يعني رصد حالة احنا عنف ابدا واحدة. ما بنتكلمش على فأنا بقول العنف لحضرتك المادي، يعني احنا كنا بنتكلم على نلتزمه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف يكون. شيخ نعم كريم، انا قلت الولاء والبراء ازاي نعم نطبقه. فضلت نعم. الدكتور عاطف والسادة المشاهدين، ان التعدي على الدين وعلى اي رمز ديني هو منكر لا ريب فيه ولا بد من تغييره. هذه قاعدة لا بد من التأصيل لها. أي شخص، فنان كان أم رجل يسير في الشارع، يتعدى على الدين، يتعدى على ذات الله سبحانه وتعالى، يتعدى على رسول الله، يتعدى على القرآن، يتعدى على السنة، هذا منكر لا بد من تغييره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا منهج التغيير في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الآن إذ لم تستطع، الاستطاعة هنا لا يقصد بها فقط العجز، ولكن في عامل آخر، حساب المصالح والمفاسد. أنت إذا استخدمت يدك قد تأتي بمنكر أكبر منه. ويأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين كما في صحيح البخاري: لولا حداثة قومك بالإسلام لنقضت البيت ويعني بنيته على بناء إبراهيم عليه السلام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ففي عاملين يا دكتور عاطف. العامل الأول الضرر الذي يقع علي إن غيرت هذا المنكر. العامل الثاني حساب المصالح والمفاسد. أنا إذا استخدمت يدي في هذا الموقف، هل سآتي بمفسدة أعظم من المفسدة التي أريد أن أغيرها؟ هذا هو منهج التغيير. الآن إذ لم أستطع بيدي، عليك باللسان، ومع اللسان مقام الدعوة. لا بد من الحلم في الكلام، لا بد من الرفق. اليد يعني القوة، تغير بالقوة، ولكن لا بد من حساب المصالح والمفاسد. أما إذا ذهبت إلى اللسان أو إلى اليوتيوب أو عفوا إلى الإنترنت، اللسان يعني تتحدث، لا بد من علم بالموضوع يسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من رفق وحلم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. يعني الدكتور عبد الله أنا لا أعرفه شخصيا، ولكن أدعو له أن يصبر على ما نزل به، فلا بد من الصبر. هو قال كلمة حق، وهذه هي النتيجة. فنقول له: عليك بالصبر يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، لأن هذا ميراث النبوة. إذ لم تستطع، وفي مفسدة عظيمة ستنزل بك، أو في ضرر كبير سينزل بك، عليك بالقلب. عليك بالقلب، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن ننبه على الإخوة المشاهدين أنك إذا غيرت هذا المنكر بقلبك، لا يجوز لك أن تمكث في مكان المنكر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا هو المنهج يا دكتور، لا نحيد عنه. منهج التغيير جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتأسى به، والله أعلم. شكرا شيخ كريم، جزاك الله خيرا. احنا القضية اللي هنتكلم فيها بعد كده زيارة الدكتور مرسي.